التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة رضوان بونصير قبل مغادرته اليمن وسلمه مبادرة مجلس النواب. اختتم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رضوان الميصر قبيل مغادرته اليمن زيارة هي الأخيرة لمجلس النواب، وناقش فيها الكثير من المواضيع لعل أبرزها حرصه التام على عدم اقتراب العدوان الإجرامي من ميناء الحديدة واطلاعه عن كثب على الحركة التي نشأت في هذا الميناء. مجلس النواب بدوره قدم مبادرته وكذا رصدا لجرائم العدوان، والتي وعد المستشار بإيصال الرسالة الخاصة بالسلطة التشريعية واتخاذ اللازم. لقاء متميز أوضحنا فيه كل الإشكاليات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني على مستوى الجانب الصحي أو التعليمي أو الغذائي أو الإعاقات التي تتم في الجانب الاقتصادي من خلال الحصار المفروض من دول العدوان على الشعب اليمني في كافة الموانئ البرية والبحرية والجوية. الوضع الإنساني يزداد خطرا وتحديدا بعد انتشار الأوبئة والأمراض في المحافظات اليمنية كافة، ابتداء بالكوليرا والسحايا، وذلك نتيجة تقصير بعض المنظمات الإنسانية الأممية التي لا تقوم بدورها كما يجب. نحن وصلنا رسالتنا إلى المجتمع الدولي، إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، بأننا نعيش هذه الأوضاع، وهذه الأوضاع يعني هي أساسا خارج نطاق القانون الدولي. يعني حتى القرار 22/16 الذي يتغنوا به يعني هو لا يتحدث عن إغلاق مطار صنعاء أو الحصار المفروض على اليمنيين، الحصار البري الجوي البحري الشامل. أوضاع الناس تأثرت بشكل غير عادي، وصلنا هذه الرسالة. لقاء مثمر يبدو أن نتائجه ستظهر قطوفها بعد وقت قريب، هذا ما يأمله اليمنيون لتجاوز الصعوبات التي تعرقل العمل الإنساني ولتخفف المآسي الإنسانية والصحية في بلد يعيش سكانه في وجع منذ عامين ونصف. سامي الحجري، اليمن اليوم. لم تعد أشلاء